اتصالات على دائرتي يعني الحقيقة اللي هي دائرة التعويضات، ونشوف سيد المحافظ في قراراته الأخيرة غير كل طاقم الموجود في دائرة التعويضات، لأنه الناس تريد مبالغها وقدمت من سنوات. وأيضا دائرة الهجرة والمهجرين اللي مبالغ العودة ناس تستلم وناس متى تستلم، ناس يعني متى تعرف شنو السبب، هي مقدمة فايلات، مقدمة المستمسكات الأصولية، العودة موجودة مالتها، زين ليش متى تستلم؟ آلاف مؤلفة من محافظة صلاح الدين وأطراف محافظة صلاح الدين والبقية يريدون يشوفون يعني من الجهة المسؤولة هل أكو مبالغ، حتى واحد يتأمل ما أكو مبالغ حتى يقطع الأمل، خلي عينه بعين رب العالمين يقطع الأمل. فإحنا نتمنى هذه تكون أمام أيضا أنظار الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين. الله سبحانه وتعالى ندعو من عنده في هذه الأيام أنه تنزال هذه الغمة عن هذه الأمة ويرجع بلدنا معافى، وإن شاء الله هذا الأسبوع يكون أسبوع خير على العراقيين وتنزال هذه الغمة.